السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني الكرام في حلقة جديدة، ودائما على قناتكم شروحات للمعلوميات التي من خلالها سنتطرق إن شاء الله إلى موضوع رائع جدا قد يحتاجه الجميع. فالطريقة التي سنشرحها إن شاء الله في هذا الدرس وهي كيف تقوم بمعرفة الرقم المجهول الذي يقوم بالاتصال بك. بعض الأحيان يتم إزعاجك من طرف بعض الأرقام المجهولة. اليوم إن شاء الله سأريك حل لهذه المشكلة. ستعرف صاحب الرقم الهاتف الذي يتصل بك أو يقوم ب أو يقوم بإزعاجك مرات عديدة. إن شاء الله في هذا الدرس سأريك رائع هذا الموقع الذي سيعطيك رقم هاتفه وكذلك اسمه الشخصي وكذلك مكان ولادته وكذلك المكان الذي يقيم به بطريقة سهلة جدا. كل ما عليك فعله هنا أن تقوم بوضع رقم الهاتف هنا. كما قلت جميع الدول يتوفر على هذا الموقع. فمثلا أنا سأقوم بالبحث على صديق معين من البرازيل. سأختار 555. سأقوم بإدخال الكود الخاص بالكابيتشا. سأقوم بكتابة Y ثم B4 FXB. جيد، الآن تقوم بالنقر هنا على تراك نيو ثم تنتظر لبضع ثواني ريتما يعطيك معلومات. كما تلاحظ معي هنا هذا هو الشخص الذي يتصل بك. كما تلاحظ هنا هذا اسم الشخص. كما تلاحظ معي هنا هذا الكود الخاص بالدولة. كما تلاحظ هنا زائد 55 الخاص بدولة البرازيل. وكذلك هنا رقم هاتفه كما تلاحظ معي هنا. هنا الكود الخاص بدولة البرازيل. هنا كما تلاحظ هنا الشركة كما تلاحظ فيفو. وكذلك هنا نوع الرسالة أو كما نعلم الجي سيمي. وكذلك هنا يعطيك الدولة أو عفوا يعطيك المدينة كما تلاحظ هنا كانتري ريو دي جانيرو. هذه صديقة ودردش معها على حساب الفيسبوك. جيد، الآن كل ما عليك فعله إذا كنت من المغرب مثلا يمكنك أن تختار رقم. مثلا سأقوم بالبحث على رقم معين خاص بدولة المغرب. سأقوم بتجريب رقم من المغرب 0672 97 ثم 06 ثم 89. جيد، الآن سنقوم بكتابة الكود الخاص بالكابيتشا 4 ثم XN ثم 4 مرة أخرى ثم عفوا 4 ثم SR. جيد، ثم ننقر هنا على تراك نيو وبعد ذلك تنتظر لبضع ثواني. سيعطيك جميع المعلومات المتعلقة بهذا الشخص الذي يقوم بالاتصال بك. لاحظ معي هنا هذا هو الشخص الذي يقوم بالاتصال بي. الآن قد قمت بمعرفة رقم هاتفه كما تلاحظ معي هنا وكذلك قمت بمعرفة الاسم الشخصي الخاص بهذا الشخص. لاحظ معي هنا تم تحديد الدولة من المغرب وكذلك رقم هاتفه وكذلك هنا نوع الكود الخاص ب الشركة. كذلك هنا مورك تيليكوم الشركة الخاصة بهذا الأخير. نوع الرسالة. فالطريقة كما قلت رائعة جدا. هنا يعطيك بعض المعلومات الأخرى المتعلقة بهذا الرقم الهاتف. فكما تلاحظون فالطريقة رائعة جدا. كما قلت هذا الموقع رائع جدا. يمكنك أن تقوم بمعرفة الأشخاص الذين يقومون بإزعاجك أو الأشخاص أو الأرقام الهواتف المجهولة. يمكنك أن تقوم بمعرفتها من خلال هذا الموقع الرائع جدا. إلى هنا أكون قد انتهيت من هذا الدرس. مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله.